شوف الفيديوهات عندي، حاول تنسى دماغك شوية وفكر بدماغ تانية، يمكن أنا وإنت نوصل لحل. لما بيبقى في حاجة كويسة لازم تلاقي حد بيقعد ينهش فيها حتى لو كانت بتضحك، مش عشان خاطر احنا مجتمع مريض لا سمح الله، لكن عشان خاطر احنا بنحب نحلل تحليلات بمزاجنا. انت لابس احمر تبقى اهلاوي، طب ما ينفعش. طب يا جماعه لابس احمر عشان خاطر منتخب مصر؟ لا ما ينفعش. هو انت لابس احمر عشان خاطر اهلاوي؟ انت اهلاوي. طب ليفربول؟ لا انت اهلاوي. ثم انت مالك بقى الواحد اي حد يلبس احمر يلبس ازرق؟ يعني هو حر. في اغنيه مكسره الدنيا دلوقتي اسمها سالمونيلا بتاعه تميم يونس، يعني اللي ما يعرفوش، السلوجان بتاعها اسمه عشان تبقي تقولي لا. السنه اللي فاتت عمل اغنيه كان بيتحدى بيها العالم كله، ما فيهاش غير جمله واحده بس اسمها انت اي كلام. الاغنيه كلها من اول لاخرها انت اي كلام، والاغنيه فرقعت. يعني انت اي كلام، انت اي كلام، والاغنيه فرقعت. انا معرفش تميم يونس شخصيا، بس انا كنت بتفرج له على برنامج صغير كده كان دمه خفيف، كان اسمه رسيني، كان بينزل حلقات دايما وكان يعني دمه خفيف جدا. تميم في حاجات كتيرة جدا في دماغه نظيفة، والهجوم الجامد ده عليه انا مش عارف ليه بصراحة. يعني اي حاجة حلوة لازم بنعمل لها بالو بالو وخلاص. هو بيساعد على التحرش، الاغنيه بتاعته بتساعد على التحرش. الغريب ان في ناس سابت الاغنيه وقعدت تتكلم ان هو قصير وطوله قد كده، في ناس طويله. يا جماعه بصوا، يعني القصر مش عيب، يعني انت مفيش حد يعني في عيلتك اكيد يعني مش قصير، في ناس قصير اكيد في عيلتك. بلاش عيلتك انت، يعني بسم الله ما شاء الله اللي صنافور طويل، يعني صنافور المحطه، يعني مثلا اشاره مرور حضرتك. يعني حتى المبالغات والهبل، يعني مش عارف. انا قريت تعليق على فكره، خلوا بالكم من التعليقات اللي هي غريبه جدا. انت بتتشهر بفلوسك بس عمر ما الفلوس هتطولك. انا شايف الاغنيه نفسها دمها خفيف جدا، وهو طالع قال يا جماعه انا قاصد الشباب، لما البنت بترفضهم بيروحوا يشوهوا صورتها. وده على فكره خلوا بالكم بيحصل كتير في المجتمع بتاعنا دلوقتي، بيحصل كتير حاجه زي كده. فحرام، انا شايف ان يعني الهجوم ده بلاش منه. رفضتيني يبقى انت وسخه، انت وسخه عشان انا ما اترفضتش، انا بني ادم ما اترفضتش، انت كده ومش محترمه. يعني انا شايف ان البنت من حقها ان هي تختار. بس اللي عرفته ان الاغنيه حاجه مهمه جدا، ان تميم عنده واسطه جامده قوي 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 عشان يطلع مع العسيلي. بصراحه معاك واسطه جامده، عشان انتوا طبعا عارفين ان العسيلي محتاج واسطه جامده جدا عشان اي حد متصور معاه. هو واسطه ايه؟ واسطه جامده فحت. معظم الاعلانات اللي انتوا بتشوفوها دي من اخراجه هو، الحاجات الحلوه الجميله اللي بتعجب بيها انت في رمضان من اخراجه هو. وبيطلع حاجات على اليوتيوب كده دمها خفيف كل شويه على اليوتيوب بتعجبكم، والستوري بتاعته كانت كويسه جدا. فبلاش التجريح القاسي على الراجل ده، يعني الموضوع خلصان. بشكركم جدا لحسن المتابعه، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو لو سمحت لو سمحت. انا بحبكم جدا فعايزكم تدعوا لي بس. والله عشان انا محتاج دعائكم. سلام.